الخير مشاهدي برنامج صباح أنوار إلى نشرة جوية جديدة. طقس مائل للدفء شمالا وحتى الوجه البحري والقاهرة، مائل الحرارة جنوبا نهارا، بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الشرقية تصل سرعة الرياح إلى 13 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 75 للصغرى و95 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تصل سرعة الرياح إلى 12 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 50 للصغرى و80 للكبرى. أما عن شمال الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 6 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 20% للصغرى و50 للكبرى. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 25 والصغرى 15 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 22 والصغرى 16 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 21 والصغرى 17 والجو غائم نهارا وليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 29 والصغرى 14 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. أما عن المنيا تسجل الكبرى 28 والصغرى 14 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 27 والصغرى 20 حيث الغيوم نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 27 والصغرى 20 والجو صافي نهارا وليلا. أما في الأقصر تسجل الكبرى 30 والصغرى 14 حيث الأجواء الصافية. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 28 والصغرى 23. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل الكبرى 22 والصغرى 13. وفي دمشق تسجل الكبرى 21 والصغرى 10. أما عن الرياض تسجل الكبرى 21 والصغرى 10. وفي طرابلس تسجل الكبرى 16 والصغرى 11. وعن الجزائر تسجل الكبرى 13 والصغرى 7. وأخيرا في أبوظبي تسجل الكبرى 23 والصغرى 20. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.